بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على حضراتكم جميعا، مساء الحب، مساء الجمال، مساء الخير، مساء النور، مساء الإيمان. أحلى يوم طبعا طلع شمسه ونهاره كان يوم ميلاد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بنرحب بحضراتكم وبنحب نهني الأمة الإسلامية بمولد الرسول، وبنهني أنفسنا وبنهني العالم كله، وبنقول لكم معانا النهاردة حلقة مختلفة، حلقة جديدة. بحب أولا أنوه إن الحلقة دي هتكون مختلفة، الحلقة دي هتكون فيها حاجات كتيرة. دايما كل حلقة هيبقى عندنا جديد، وبنقول إن احنا معانا إضافة، وإضافة كبيرة وإضافة جميلة. قبل الإضافة أنا هحب أقول معلش، كان معايا المفروض علي، بس علي تعبان جامد وبيهني الأمة الإسلامية كلها وبيهنيكوا، وكان نفسه يتكلم عن مولد الرسول، بس هو واخد دور برد جامد جدا، وندعي له كلنا أنه إن شاء الله ربنا يعافيه يعني. بحب بقى أرحب بأجمل إضافة، وأختي وصاحبتي وحبيبتي معايا الزميلة هالة رشدي. اهلا بيكي يا هالة. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. انا اللي اتشرفت النهارده بوجودي معاكم في راديو في تلفزيون الصحه والجمال، وان شاء الله تكون اول حلقه مع هاله. احنا عشره طويله، ولما بتروح مكان حلو لازم بتخليني ابقى اكون معاها، والنهارده مفيش احسن مناسبه ان انا اكون في يوم مولد الرسول، مولد الهادي المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وانا كمان بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكل الامه الاسلاميه بخير وسلام ان شاء الله. حلقه مفيده جميله النهارده معانا باذن الله. بحب ارحب بقى بضيفتنا معانا بقى. تعرفينا كده حضرتك معايا الاستاذه سوزان، هتعرفنا بنفسها. اتفضل. انا اسمي سوزان زكريا، انا معايا بكالوريوس علوم، وبشتغل اخصائي تحاليل طبيه، بعمل تحاليل بس. وانا حبيت الهاند ميد يعني، وبشتغل فيه دلوقتي. سوزان دكتوره، ايه اللي جاب ان انا ابقى دكتوره وفي مجال التحاليل ان انا اعمل حاجات هاند ميد؟ ايه العلاقه بين الاثنين؟ يعني دي حاجه علميه بحته ودي حاجه تعتبر فنيه وادبيه. بص، انا نفسي اتفاجئت من نفسي ان انا طلعت حاجه زي كده. انا طول عمري تعليم ودراسه والحياه جد جدا، بس الواحد اول ابتديت مولادي دخلوا المدارس وابتديت اعمل بروجكت ليهم. مش باين ان ولادك، انت لسه صغنونه يعني، مش باين. عندي ولدين ما شاء الله ما شاء الله. بس اكيد وانا صغيره بيبقى عندي فكر معين او عندي ناحيه فنيه معينه، او كنت احب اعمل اضافات لكل حاجه يعني. كل لبس اجيبه احب احط فيه حاجه، لان مفيش حاجه بتطلع في يوم وليله، دايما من الاول يعني دايما احب احط التاتش بتاعتي انا. اللي اجيبه مش بس زي ما هو كده البسه، لا، اغير فيه شويه، احط فيه استراس، احط حاجه. أيوة. ان انا يعني ابقى حاطه فيه لمسه بتاعتي. اللمسه الفنيه دايما هي موجوده في الانثى عموما. أكيد. فلما كمان بتبدع وتبقى توفق بين حاجتين اتنين، بين العمل وبين الحاجه الهاند ميد اللي بتعملها، اعتقد الست دايما جديره او قديره ان هي تعمل حاجتين مع بعض. انا في رايي ان اللي عايز يعمل حاجه هيقدر يعملها، وهيلاقي لها وقت، وهيديها مجهود، وهيعرف يعملها. وتنظيم الوقت هيديكي كل حاجه. هنقول خلق ربنا سبحانه وتعالى في فن، في ابداع. كل حاجه حوالينا ربنا خلقها لنا بيقول فيها فن. أكيد. الفن مش مفهوم وحش زي ما بعض الناس لا ممكن تقول كثيرة. احنا عندنا انواع من الفن جميله جدا. طبعا كل حاجه بتشوفها عينيا حلوه بتتعود على الرقي، ان انا يبقى ذوقي راقي، يبقى ذوقي عالي، ذوقي بيهذب من اخلاقي، بيهذب من سلوكي. الفن حاجه ساميه فوق الخيال. بنقول لحضرتك الوقت اللي ممكن تاخديه في عمل العروسه قد ايه؟ ممكن من اولها لاخرها تقعد مثلا ساعتين. دي عروسه المولد، احنا معانا كده زي ما انتم شايفين يا جماعه عروسه المولد. فانت يعني من اقل وقت ايه يعني من ساعتين لساعتين ونص.
ان انا لو هقعد اعمل عروسه كامله من الاول للاخر بكل الحاجات بتاعتها. هي عروسه المولد هي ظهرت في العصر الفاطمي. الحاكم بامر الله هو اللي دخلها البلاد. هي طبعا مش حاجه من ايام الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، لكن هي انا قريت عنها ثلاث حاجات ممكن تكون احتمال الخطا او الصواب فيها. ان هو الحاكم بامر الله نزل بحصانه، كان بيحب يحتفل بمولد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، بينزل بيحتفل مع الشعب بتاعه. فهو كان نازل راكب حصان وكانت لابسه فستان ابيض زوجته، وحاطه الفل حوالين شعرها. فالناس عجبهم الفكره قوي وبداوا يطبقوها وبداوا يعملوا المنظر ده. الاحتمال الثاني ان هم قالوا ان هو كان مانع الجواز تماما طول الفتره، الا ان هو جه في المولد النبوي، وده فبداوا يصمموا العروسه ان هي تبقى موجوده والعريس بيقدمها لزوجته. الحاجه الثالثه مش عارفه نسيتها بصراحه، بس هي دي احتماليه ان هي بسبب عروسه المولد هي موجوده من عصر الفاطمي. هو عموما الحلويات والعرايس وكل الحاجات دي كل التقاليد دي من العصر الفاطمي. دي عاده حلوه وعاده جميله، حتى اسمها حلوه، حلوه حاجه بتحلي. المنظر الجميل حلو، الاكل الجميل حلو، بس طبعا ما يتخناش. فاحنا كانوا يعني زمان بيعملوها بتتاكل، دلوقتي خلاص يعني. لا انا بتتاكل برضه يعني، عارفه اهلا من زمان يعني. انا فعلا بقالي فتره طويله فعلا يعني ايه، مش عارفه ليه السنه دي بالذات، عشان يمكن صدفه ان انا هتقابلت معاكي. ان انا فعلا النهارده يعني السنه دي قلت ايه، انا نفسي في عروسه المولد. يعني الدليل ان هي بتسعد قلبي، بتسعد قلب اي حد. انا مره هديتها لصديقه، مش عايزه اقول لك ان السعاده كانت قد ايه، كانت حاسه بسعاده كبيره جدا. فمعنى كده ان انا لما بعمل حاجه النهارده وبعملها بحب وبسعد بيها الاخرين، فاعتقد ان هي بيبقى ليها مذاق اخر. مش قادره اقول لك كم السعاده اللي بحس بيها. استاذن حضرتك احنا معانا فاصل ونرجع تاني. عدنا مع حضراتكم بعد الفاصل. بنحب نذكر حضراتكم بالمبادرة، مبادرة أخلاقك عنوانك، اللي احنا متعودين بننوي عنها كل حلقة. مفيش أحسن من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام في مولده. وبنعود مع حضراتكم الأستاذة سوزان، اتفضلي كملي معانا. العروسة ممكن تشرحي لنا سعرها ايه؟ ممكن تشرحي لنا العروسة وتكلفتها ايه بالنسبة للسوق وبالنسبة ان انت التكلفة اللي انت بتعمليها؟ بصي، هي تكلفتها مش عالية، هي متوسطة بالنسبة للي موجود. بس هي فرقت ان هي هاند ميد، هي الفكرة جديدة، مش زي العرايس اللي موجودة دلوقتي، مش بالطول يعني. انا عاملاها بالفوم الجليتر. انا باخد كورسات عند ناس بره يعني اونلاين. هم عندهم افكارهم بتقاليدهم بثقافتهم هم، فانا بحاول اخد الثقافه بتاعتهم دي او الحاجات اللي هم بيعملوها، بس اضيف ليها شخصيتك انت، شخصيتي وتراثي وبلدي وتاريخي، فاهميني؟ ان انا اضيف مثلا لما اجي اعمل عروسه المولد مش هعملها زي العرايس اللي هم بيعملوها. مش عايزين يعني تقليد اعمى. احنا بنقلد. لا انت بتقلدي، انت مش بتقلدي، لا انت بتعملي وبتبتكري انت من شخصيتك، انت بتحطيه فبتطلع اجمل. دايما لما انا ببتكر واحط بصمتي عليها فبتطلع اجمل، لاني واخده روحي، هي واخده مش بصي انت بتعملي حاجه انت بتحبيها. طب بعد اذن حضرتك قبل الاجابه معانا اتصال. الو الو، طب انقطع الاتصال معلش نكمل. معلش اتفضل. لما الواحد بيحب الحاجه وبيعملها بحب فبيظهر قوي على شغله طبعا، يعني بتديه طعم تاني وشكل تاني، خصوصا لما تحسي انك لما بتديها لحد قد ايه هو بيفرح، قد ايه هو بيتبسط. فده احلى حاجه ان انت تعملي حاجه انت طالعه من جواكي. اي شيء حاجه حباها يعني. انت عارفه انا كنت بدور ان انا يعني انا الحمد لله وصلت في شغلي بقيت مديره، فخلاص ما يعني ما فيش حاجه اقصى من كده انك ممكن توصليها. فانا بقيت العمل بقى روتيني، الحاجه الروتينيه العلميه التعليم والدراسه والشغل وخلاص. لكن انا لما ببتكر حاجه فنيه انا عايزه فيها ابداع اكتر، انا عايزه اكتر. فابتديت ادور طب انا ايه، فابتديت ادور ايه اللي انا بحبه. طب ليه انا اللي بحبه ما بقاش هو شغلي؟ صح.
ليه اللي اتفرض عليا من الثانويه العامه بقى والدراسه. دايما الحياه بتبقى فيه مفردات كده بتتفرض علينا في الطريق، لكن دايما بيبقى كل واحد عندنا بيبقى ليه الحلم بتاعه اللي بالزبط. عايز يحققه. فلما مجرد ان هو لما برسم الحلم بتاعي او الهدف بتاعي قدام عينيا دايما بديهيا بوصل له، بوصل له بالعمل، بوصل له بالاجتهاد، بوصل له ان انا بطلع احلى ما فيا. اما بطلع الحاجه دي بيبقى عندي طاقه بالظبط، عندي بتديني روح، بتديني دفعه ان انا اعمل جديد وابتكر اكتر، ومش بس انجح في مجال واحد، المفروض ان انا بنجح في كل المجالات. اي موقف انا بتحط فيه لازم ابقى قده وافيد واستفيد برده منه. بالظبط، الواحد لازم يطور من نفسه طبعا، لازم يتعلم كل يوم حاجه جديده طبعا وينفذها. بتحسي ان انت عايشه، بيديكي قوي لحياتك وبيأثر جدا على الناس اللي حواليكي، بتنوري بتنوري وبتخلي الناس بتنور من حواليكي. واحنا في شهر النور ويوم النور ومولد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هو انا بس كنت عايزه انوه عن حاجه، ان مولد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام هو تذكره لنا، تذكره ان احنا نعيد حساباتنا مع نفسنا. الرسول كان خير، كان محبه، كان دايما بشوش، فالابتسامه كانت صدقه. فلما النهارده نبتسم في وجه بعض من تاني ونشيل الغشاوه اللي على قلبنا وعلى وشنا، واحنا كمان نبتسم للي حوالينا، ده 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 حاجه من سيره الرسول عليه الصلاه والسلام. تبسمك في وجه اخيك طبعا صدقه، يعني دي اجمل حاجه طبعاً. لو انا ما اعرفكيش انا بتقابل معاكي ببشاشه فانتي، فبيحصل قبول. ولو حصل بينا قبول كلنا كبشر في قلب العالم اللي احنا عايشين فيه، مش هنسمع عن حرب، مش هنسمع عن حاجات كلها بتزعل القلب النهارده. الرسول عليه الصلاه والسلام كان برضو كان الكلمه الطيبه، كان بيقول لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة لما بقولها للبني آدم اللي قدامي أنا بأسره، بأسره حتى لو هو شرير، أو أنه هو تحسي أنه هو متعصب، تحسي أنه هو كأنه توضأ، كأنه غسل وشه فبدأ يرجع لحالة من الهدوء. سمح، سماحة، سماحة، سمح. المؤمن سمح، صح. المؤمن هين لين سهل، صح. لازم نبقى سهلين وفي بساطة وفي حب وفي ود وفي ناخد من الرسول عليه الصلاة والسلام كل حاجة حلوة. صح. كان بيتميز الرسول صلى الله عليه وسلم كمان بالإنسانية، سواء هو على دين الإسلام أو على دين المسيحية أو على دين اليهودية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما توفى كان توفى يهودي وماشي، فقام احتراما وإجلالا، فقالوا له بتقوم إجلالا لروح يهودي؟ قال إن أنا بقف إجلالا لروح خلقها الله. فده احترام لمكانة أو لروح ربنا خلقها بني آدم. ولما كان في يهودي كمان كان تعبان وكان بيأذي رسول عليه الصلاة والسلام ويرمي الفضلات بتاعته قدام البيت وسأل عليه قال إن هو تعبان، راح زاره. لما زاره هو كده أثبت، حتى لو الإنسان ده ما دخلش الإسلام، هو أثبت إن الدين الإسلام دين سمح، لكم دينكم ولي دين، لكن أنا أتعامل بالإنسانية. الإنسانية هتحطني في مكانة أحسن بكتير من أنا أتعامل دينيا، أنت إيه وأنا إيه، كلنا سواء، والحساب عند رب العالمين. هو خلاه إن هو يسلم، يعني بالخلق الحسن خلاه يسلم، صح. بعد ما كان هو بيأذيه لا الرسول أنا بأذيك وبعمل الوحش كله فيك، وفي الآخر أنت جاي وتسأل عليا، ف أعلن إسلامه. إذن أثبت، لأن يهدو الله بك فرد خير من الدنيا وما فيها. أن نستسمع حضراتكم ومعانا مداخلة. ألو أحمد. أيوة ألو. يا مساء الخير وألو ياسمين، عرفات الجميع وعطنتاتي حيوين. أهلا أهلا بيك يا حبيبي، مساء العسل. ربنا يخليك يا سامسة، أنا بحييك بس وبقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين وبنسبة مولد النبي. وانت طيب يا حبيبي. انت جبت عروسه المولد ولا جبت الحصان بقى ولا ايه؟ احكي لي يا احمد. الحصان. انا جبت حصان. جبت حصان احمر؟ احمر ولا ابيض؟ انا بحب الاحمر. حصان احمد كبير. اسمك احمد شريف؟ ازيك يا احمد، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا سامسه، ازي حضرتك؟ والله انا مبسوطه ان انا سمعت صوتك. ايه رايك بقى في ضيفتنا اللي عملتنا العرايس الحلوه دي؟ ربنا يخليها يا رب وكده، وانا بشكرها يعني شامي حاجات جميله وكده، وهي نور عليها، هي نور عليها، هي نور عليها. يا حبيبي نورتنا يا حبيبي، نورت يا حبيبي. نرجع تاني لضيفتنا الدكتوره سوزان. شكرا. ومعانا معلش معانا رؤيه. ايوه اتفضلي.
انقطع الاتصال، معلش نرجع تاني نكمل. معلش هو احنا النهارده كنا مختصين طبعا بعروسه المولد عشان لكن هو شغلك كله عروسه مولد؟ انا شايفه فيه لا ورد، لا. شايفه فيه حاجات، اعتقد في حاجات لا. عندك تانية، ابداعات تانية. هو انا مش فكره عروسه المولد دي هي جات لي يعني الفتره دي بس عشان الموسم. ايوه انما انا اساسا ما بحب الهاند ميد، كل حاجه اعملها بايدي. انا كان من زمان عندي حلم ان انا اعمل برودكت من الاي تو زد، انا اللي اعمله يعني اصنعه، مش هجيب حاجه وابيعها يعني، فاهماني؟ هو طب انت مفيش مكان بقى خاص؟ معلش يعني انت بس انا لسه بادئه تقريبا، بقالي ما كملتش السنه مثلا، 9 شهور ولسه. طب ده حلو، ده حاجه حلوه ان احنا بنشجع الناس كلها ان هي تشتغل من حتى في البيت. انا بشتغل بنتج، يعتبر ان انا بقى عنصر منتج، العمل عباده يعني. هو انا اخدت كورس بيقول لك ازاي تعمل سمول بيزنس وتمشي على سيستم، وانا مطبقه السيستم ده على الحاجه اللي انا بحبها. يعني انت عامله خطه لحياتك العمليه في برضه، يعني انت مش ماشيه كده؟ لا لا لا، ماشيه على سيستم، اخده كورس وماشيه على السيستم يقول لي اعمل ايه يعني، ويطبق على اي باشن يعني. اي حاجه انت بتحبيها لو طبقتي عليها السيستم ده هتوصلي انك تطلعي منتج وتعملي طب منه شغل. طب حبيتي تعرضي شغلك مثلا، تشتركي في معارض؟ لسه مش بالحجم ان انا يعني، حتى ولو على المستوى البسيط يعني. اكيد بفكر ان انا يعني، بس انا واخداها ستيب باي ستيب، مش عايزه يعني، فاهمه؟ هي دايما الخطوات اللي هي ثابته هي بتوصل وبتوصل بثبات ونجاح اكتر. طول ما انت على الطريق فانت اكيد هتوصلي. كنت دايما سمعت حاجه كده ان انا طول ما انا على الطريق او طول ما انا بدخل مكان غالبا انا بتقع قدامي معلومه، بتقع قدامي فكره، حاجه معينه ببدا دماغي يعني تحتويها وتفضل عندي في الذاكره الى ان تظهر في وقت معين انا محتاجاه. طب دلوقتي لو انا عندي سيده من سيدات المنزل، ربات المنزل، اللي عايزه تعمل مشروع، ايه الخطوات اللي هي ممكن تعملها حتى لو هي الادراك الاستيعاب بتاعها؟ انا النهارده في نت وفي فيسبوك وفي يوتيوب والكلام ده كله، ده بيفتح المجالات قدامي. تنصحيها بايه؟ تتعلم، تشوف ايه هي اللي بتحبه وتتعلم. وطرق التعليم يعني بصي متاحه بكل، عالم مفتوح، عالم مفتوح في اي حته. انت ممكن تاخدي شهادات من اي مكان وانت قاعده في بيتك. صح. اليوتيوب يعني بيعلم كل شيء. تتعلم طول ما انت بتتعلمي وبتتفرجي وبتعرفي وبتروحي وبتيجي هتعرفي وهتتعلمي. بس الواحد يبقى عايز، انت عارفه لما تبقي عايزه حاجه اكيد هتنفذي. انت عايزه هتعملي. تعملي يعني. انا عايزه وفي اراده وفي استمرار وفي تعب وفي كفاح طبعًا. طبعًا. اصل ما فيش حاجه سهله، مفيش حاجه بتجيلك على طبق من فضه، لازم تتعبي ولازم تعملي ولازم. خلق الانسان في كبد مش في راحه. والكبد ده وعدم راحه دي اللي بتجيب النجاح، بتجيب يعني النجاح. المردود عليكي بيبقى حلو، بيبقى تعبك ده كله بيروح لما تلاقي حد فرح بالحاجه بتاعتك وقال لك انت ساعدتيني، انت ادخال السرور على اي انسان النهارده بلا اي مصالح، هو ده اللي بيسعد فعلا الانسان قدامه. احنا ما اجمل ان طبعا بالابتسامه مأمورين بان احنا نفرح الناس، بان احنا نساعد الناس، نقف جنب الناس. هو ده اللي احنا نحب الناس، نحب فعلا. بعض. ادخال السرور على قلب مسلم ده بيدخلك الجنه. صح. من اوسع ابواب يعني. تهادوا تحبوا تهادوا تحبوا. ممكن نشوف عروسه كده وتقولي التكوين بتاعها ايه؟ احنا طبعا مش قبلها، معلش في مداخله. ايوه الو 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 الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه؟ اهلا بحضرتك، مين معانا؟ معاك الشاعر رضا اسماعيل. مع انا رضا. معاك الشاعر رضا اسماعيل. اهلا وسهلا، ازيك حضرتك؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. أهلا الاستاذه على الحاجات اللي هي بتعملها، اللي هي عندها دي جميله قوي. إيه عجبتك الحاجه الموجوده؟ الحاجات جميله قوي. دايما الست لما بتبدع بتطلع حاجات وانجازات كبيره جدا. لا والله العظيم ده حاجات يعني، حاجات جميله قوي الحاجات بتاعتها يعني، جميله. بتفرح البني ادم، ولما كمان بتاخدها وبتديها هديه، احنا كنا لسه بنقول تهادوا تحبوا. لما باخدها في بيتي او بديها لابني او بديها لجارتي او ده لصاحبتي، هي بتعمل مجموعه كده من التناغم بين والألفة. الالفه بين الناس وبعضها. الحاجات دي بتبيعها ولا عاملاها؟ لا لا طبعا بتبيعها، ده هي مشروع صغير لسه صغير، عايزين نشجعها كلنا.
هي مجيبها فين عشان ناخد منها؟ ده في الكنترول بقى، احنا هنوصل حضرتك بقى في الكنترول. دي يعني مشروع هوا كده، احنا بنسوق على الهوا يا جماعه، تسويق كده على الهوا. شرفتنا وكل سنه وحضرتك بخير وطيب. احنا بنشجع الكل ان هو طبعا يشتغل، وخصوصا السيدات. وبالمناسبه دي هنقول، بما اننا بنتكلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ان كانت اول طبيبه في الاسلام كانت السيدة رفايدة، اللي الرسول عمل لها خيمة في وسط الحرب عشان تعالج المرضى. عشان ده جزء عمل، ده عبادة، ان هي وسيدة وتعالج المرضى. وكانت أول سيدة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب برضو، ان هي كانت الرقابة في السوق، كانت هي اللي بتراقب على الناس اللي بتبيع وبتشتري. وهي هي الست دايما عندها، الست قويه، الست قويه تقدر تعمل كل حاجه، من التوازن ومن عندها الاثنين، عندها الاثنين، عندها القلب وعندها العقل، متحكمه في امر الدنيا. انا مش محتاجه عقل لوحده، انا مش محتاجه قلب لوحده، انا محتاجه الوسطيه الاثنين مع بعض. عشان كده الست عندها كمان من الصبر ان هي بتتحمل مصاعب كتير جدا في حياتها، وبتبقى مثابره جدا جدا. وعشان كده لما هي بتتيقظ ان هي قويه الشخصيه، ان هي عندها ملمه بحاجات كتير جدا وبتبدع، فهي بتطلع في احسن صوره. طبعا هي لما تبقى حاطه حاجه في دماغها بتعملها، ودي حاجه كويسه جدا. بس احنا بنقول حاجه، مش عايزين يعني، هي انا راجل وبرجاله الدنيا كلها، بس ما تنساش ان هي في الاول وفي الاخر ست أنثى. هي الملاذ، هي الرحمة، هي الحنية، هي الطيبة، هي كل حاجة حلوة. هي الجمال طبعا، مش عايزين ننسى ده. طبعا يعني احنا بما ان بنتكلم عن الجمال بقى والعرايس تشرحي لنا بقى الفكرة كده يا دكتور، الدنيا عاملة ازاي فيها مثلا؟ جميلة يعني، مش عايزة اقول لك ان هي يعني انا اخدها وانا ماشية. بس لا تقلقش عليكي والله، ربنا يخليكي. هو ده عبارة عن فوم هيتر، ماشي، هي معمولة على بلورة، ممكن تنور برضو. يعني ممكن تعمل بيها كأباجورة مثلا، ممكن كأباجورة. بس يعني موديل منها معمول على أباجورة، في حاجات مش على أباجورة، فاهماني؟ لذيذة بصراحة، لذيذة جدا يعني. ألوانها تحفة بصراحة. ده بيتفصل زي فستان، وبتلزق كل ورقة عليها. مين اللي بيفصله؟ انت برضو انت بتعملي كل حاجة. برافو عليكي، يعني انت فنانة شاملة. انا بقعد الاول افكر ازاي، بتفرج على حاجات كتير جدا، واخد فكره من هنا وفكره من هنا وفكره من هنا، فاهماني؟ واقوم تطلع اعمل موديل واثنين وثلاث لحد ما الفكره تكتمل، واروح اطلعها بالشكل النهائي. بس الوانها، التصميم، الصراحه لا، جميله، الذوق جميل، الذوق عالي يعني، جميله جدا. هديه مفرحه وجميله طبعا. اتفضلي. بس بركبها على البلوره والزق عليها الفستان باي الوان بقى، يعني انا اللي بختار برضو الالوان. بس لو حد عايز الالوان معينه انا بعمل. يعني انا ممكن حد يطلبك يقول لك انا مثلا عايز، دكتور انا عايزه حاجه بالوان معينه. متاح بقى، كل واحد، اصل كل واحد ليه ذوق، كل واحد بيحب لون معين، كل واحد بيريحه. التنوع كمان حلو، التنوع حلو يعني، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع لازم. كل واحد بيحب حاجه يعني، انا بحب حاجه، انت بتحبي حاجه، فلازم الواحد يرضي كل الناس يعني، يعمل كل الاذواق. فالالوان بنلعب بيها زي ما احنا عايزين يعني. انا بحب الالوان جدا بصراحه. انا برضه هاخد عروسه العب بيها دلوقتي. طب احنا فكرنا العروسه، طيب والولاد وضعهم ايه في القصه دي؟ السنه الجايه بقى يعني، السنه الجايه يعني. سوزان دلوقتي يعني بتقول ان هي بتوعدنا السنه الجايه هيكون معانا، لازم ان شاء الله. انا اكتشفت بقى ان يعني بعد ما عملت العروسه ان انت شفتي ان في اقبال من الناس، وبعدين انا عندي ولاد كمان فزعلوا جدا. بس حسيتي باقبال فعلا من الناس، ان هي بدات ترجع لحاجه احنا بنقول ان هي حاجه بتفك عننا، بتريح قلبنا، بتدينا نوع من احنا فعلا من كل المشاكل اللي بتقابلنا في الحياه، احنا محتاجين لفته حلوه. اللفته دي هتخلينا نفرح، هتخلي عينيا لما انا حتى بتاعتي على السفره مش مانع ان انا اخد واحده تانية. فانا كل ما اعدي عليها وابص على عليها احس ان انا حسيت بالبهجه. على فكره انا لازم اجيب العروسه ليا لنفسي يعني. انا يعني انا لو ما فيش حد يجيب لي عروسه، انا بجيب لنفسي عروسه. انا عندي عروسه بلعب بيها في البيت والله العظيم. دي موجوده وبتغني اجنبي وبتنور، وبعد سنه شعرها. انا عرايس بعملها انا بحبها. انا مش عايزه حد ياخدها. انت زرعتي حاجه والحاجه بتكبر قدامك. بتلعبي، هي لازم تلعب بيها قبل اي حد ما يلعب بيها، ده طبيعي. لا بتحسي ان في عشره بينك وبين كل عروسه انت بتعمليها، انت في كيمياء بينك وبينها، انت حبيتيها
وبعدين تيجي هتديها لحد، فاهميني؟ بتحسي ان انت يعني واحد من اولادك. طب بمناسبه المرح، احنا بنقول ان في ناس يعني ايه المسلم مش لازم يكون متجهم و... لا مين قال كده؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني كان بشوش، عمره ما كانت طلته فيها نوع من دايما تبصي له حتى هو مش بيضحك، هو بيضحك. طبعا. طب بالنسبه بقى للعب والعرايس، كان بيلعب هو والسيده عائشه، وكان بيجري في الخلاء ويطلعوا يجروا ورا بعض ويتسابقوا، وتقول له هسبقك ولا هسبقك، وكان يشيلها وكان يشيلها. كان في مره فرح، هي كانت يعني قصيره القامه شويه، فكان هي مش شايفه، فشالها على كتافه علشان خاطر تبص تشوف تتفرج على الفرح وعلى العريس والعروسه. وبقى يعني هي عايزه تنزل، كل ما يجي يقول تقول له انزل، هو يقول لها لا يعني خليكي لما اما تشبعي خالص، لما تخلصي. هو كان بيحب السيده عائشه، قول لا تؤذوني في عائشه. فهي كانت حب قلبه يعني، هي فعلا من الحاجات. الرسول علمنا الحب، علمنا الصدق، علمنا الامانه، علمنا الصادق الامين، الجمال في كل حاجه. الجمال في كان بيساعد اهل بيته، الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيساعد اهل بيته. لا يعني معانا مدخلة سلوى. الو، ايوه اتفضلي. ايه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه انا اختها. اختي. ده اهلا وسهلا. انا عايزين العيله كلها تيجي. ازيك عامله ايه؟ طب ممكن نوطي بس صوت التلفزيون شويه؟ انا كنت عايزه اقول ان هي حاضر. هي مش بس بتعمل الفني دي، هي انسانه اصلا من جواها حد طيب جدا، وحد حنين جدا، وحد جميل جدا. هي لذيذه يعني، ده قال من اللي هي مطلعاه يعني، هي اللي جواها لو طلع على حاجات هيبقى احلى من كده بمراحل يعني. هي ممكن يكون اطيب حد واحن حد في الدنيا. وشاهد شاهده من ايه؟ مين يشهد للعروسه؟ مين يشهد للعروسه؟ هنا وهنا كده والله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. ما هو دايما الانسان اللي هو عنده حس مرهف وعنده فنان دايما الفنان قلبه بيبقى فيه عطاء وفيه حب، فيه نور، فيه نور. الانسان الناجح هو النور دايما في حاجه وحدها. لا، هو بيبقى دايما الانسان الناجح بيبقى ناجح في كل المجالات، على المستوى الاخلاقي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى الحرفه او العمل اللي بيعمله. فدي طبعا حاجه جميله جدا. طبعا انت مستفيده انت من العرايس دي كلها، صح؟ عايزه اقول ان هي بتساعدني كمان على فكره. طيب انا بعلمها وهي بتساعدني وبتعمل معايا. المهم بتديكي حسابك ولا لا؟ اهم حاجه يعني. لا بتدي. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. انا مامه الدكتوره سوزان. اهلا 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 بحضرتك. الله يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليك. انا عايزه اقول لك اني انا فخوره كل الفخر بيها بكل حاجه، كلنا وهي صغيره فخوره بيها لغايه يعني قد الدنيا كلها والله. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميها ويخليها. أمين يا رب. وتفرحي دايما جدا بيها وبنجاحها وباخواتها. ودايما الام، دايما بقول ان الام المصريه بالذات هي ام بتزرع حاجه حلوه، بتزرع ورده جميله بتنبت في وقت من الاوقات وتبقى زهره جميله زي ما احنا شايفينها كده. الام مدرسه. الام مدرسه. هي اللي جابت الدكتوره طبعا. دي صح. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. حضرتك اللي زرعت فيها اكيد اللمسه الحلوه دي، او اكتشفت الموهبه بتاعتها دي، عشان كده هي كملت، عشان كده هي النهارده بتورينا الفن والجمال واللمسه الجميله والرقيقه الحلوه اللي احنا شايفينها. الحمد لله. وده جزء من الكل، ده جزء من الكل، هي جزء من حضرتك. اكيد يعني. الله يخليك، شرفتينا، وكل سنه وحضرتك بخير. دي اخلاق الام ودي اخلاق البنت. وانك لعلى خلق عظيم، الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بنلف ونرجع كل حاجة في حياتنا في دنيتنا بنتعلمها منه. كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقا يمشي على الأرض. الرسول هو اللي بيقول لنا فتحوا عينيكوا وشوفوا الحاجة حلوة، فتحوا ودانكوا، اتعاملوا الدين المعاملة. النهاردة احنا بنتعامل بروح مولد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حتى الاكل والشرب، كل حاجه بيمينك، كل التعليم، سمي الله وكل بيمينك، وكل مما يوليك. الاتيكيت اللي احنا بنتعلمه النهارده، الاتيكيت اللي احنا بنقول هو جاي من بره، هو مش جاي من بره ابدا، هو جاي من الدين احنا الاسلامي. احنا عندنا باب في الفقه كامل اسمه باب الاتيكيت في الاسلام. صح. باب في الفقه كامل، وده دراستي انا بقى. الاتيكيت في الاسلام، الفقه المقارن موجود. بنتعلم ازاي النظره، اللمحه، الابتسامه،
الزعل ازاي، حتى ازاي ازعل، حتى ازاي اسمع، ازاي امتى اتكلم امتى اسكت، كل حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام حطها قدامنا وقال لنا لازم نمشي على النهج ونمشي على نفس الخطى، وربنا يجعلنا دايما يا رب. هو دايما كان بيفسر لنا القران الحاجات اللي احنا كانت بالنسبه لنا بتبقى صعبه. طيب لغويا معنا اتصال، معلش يا انا معانا اتصال. ايوه عندنا، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، معاكي ام اياس. اهلا بيكي، اهلا حبيبتي. عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. طيبه وانتوا طيبين وبصحه وسلامه. شكرا على البرنامج الجميل ده، اجمل من وجودكم ومتابعتكم لينا. وبشكر الاستاذه مصممه عرايس الهاند ميد. ربنا يخليك. الله يخليك، احنا كمان بنشكرها معاكي والله. معلش رجاء ممكن بس اقول حاجه؟ اتفضلي. بمناسبه المولد النبوي، اتفضلي. ما ننساش برضو الايتام، يعني احنا بنجيب لاولادنا والامنا لاخواتنا، بلاش ننسى الايتام. طبعا. دار الايتام لو جنبنا حد يتيم، لو حد ما عندوش قدره برضو ان هو يجيب حلويات او يجيب عروسه لطفله او لطفل، رجاء لكل اللي بيقدر يعمل كده رجاء. لو جبرت بخاطر حد ودعالك يعني يهناك في الدنيا وفي الاخره والله. حقيقي حقيقي. طبعا طبعا. وبرده الرسول عليه الصلاه والسلام نورتينا نورتينا. كل خير. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. اتعلمنا من الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ان لما يكون في يتيم المسح على راس اليتيم دي اكبر صدقه. ده كمان قال لك لما تكون حس نفسك ان انت غليظ وشديد وشديد وقلبك فيه قسوه، في قسوة. امسح على شعر يتيم، امسح على راس يتيم. بتاخد اولا بعدد شعر راسه بتاخد حسنات، وبيرقق قلبك ومشاعرك، بيحننك زي ما قلنا الطيبه والحنيه والحب والجمال وكل حاجه واخدينها من الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان في طفل كان بيداعب طفل، وهو يعني قاعد على رجليه كده على الحد، والطفل كان العصفور بتاعه. تمام. فسبحان الله، يعني هو كم من الرقه، كم من العطاء، كم من الرحمه. لما العصفور توفى قال امات راح الرسول عليه الصلاه والسلام. فهو قد ايه رقيق، هو بيعلمنا التعاطف والهدوء في التعامل، وان احنا والعدل العدل إن, صح. ان ان كان يعني بيوصينا ان احنا ساووا بين ابنائكم في القبل، ان انت لازم تعدل بين ولادك. كان ما بيصلي وهو ساجد كان الحسن والحسين كانوا بيبقوا يلعبوا على اكتافه، عمره ما كان بينهارهم ولا يقول لهم لا انا بصلي، لا كان بيسيبهم ويفضل ساجد لحد هم ما يخلصوا ويسيبوه. الحلو يا جماعه ان احنا عايزين دعوه نرجع للحب. للحب، دعوه صح. للحب. رسولنا رسول الحب، رسول الجمال، رسول الرقه، الذوق، الاخلاق، اخلاقك عنوانك. صحيح. الاخلاق في كل حاجه، حتى الاخلاق السامحه في البيع وفي الشراء. رحم حقيقي. الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. النهارده احنا حتى لما بنعمل مشروع زي ده، معلش يعني انا هشوف الدكتوره بالسماحه والجمال والحلاوه دي بتتعامل معايا، هتجبرني ان انا اروح اخد منها. هو تراضي، اتعامل معاها تراضي. المعامله المعامله الدين، المعامله يعني اصل البيع بيخلص يبتدي العلاقات الانسانيه. ارجع لك هو كل اللي ربنا عمله في الحياه ده ليه؟ بالزبط. علشان يحصل تواد ويحصل تعاطف ويحصل تآلف بين الناس وبعضها. هي الفلوس دايما اقول الفلوس بتروح وبتيجي، لكن التعامل بيننا كاشخاص هو اللي بيخلي الحياه ترجع. احنا عايزين حياتنا فعلا، احنا واصلين لمرحله ان فعلا احنا بنتعب جدا من اللي بنشوفه في الحياه. احنا لو تعاملنا بكل ما امرنا به الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. الرسول قال استوصوا بالنساء خيرا في اخر يعني خطبه ليه في الحج قبل وفاته، استوصوا بالنساء خيرا. هو عارف ان الست مهما كانت هي ست ضعيفه، هي في الاخر هو الزوج او الاب او اللي بيحتويها هو ده الملاذ، هي محتاجه سند. فالرسول ما سابش حاجه من حاجتنا. متحيزين لبني لا طبعا الرجاله طبعا لا بصوا انا معلش يعني هو وصى بالست ووصى بالراجل. الراجل ليه مكانه والست لها مكانه. طبعاً. في عدل. هو العدل طبعا. هو العدل، هو الاخلاق.
ال عشان ما نقولش بس ان احنا ايه الستات بقى بيتكلموا عن الستات. لا لا لا، في كل حد ليه وضعه في الدنيا. الست لها عليها واجبات ولها حقوق طبعاً. لازم تاخدها. الراجل ليه واجب وليه حق، ادي له حقه هيدي لك حقك، ادي لها حقها هتدي لك حقك. طبعا ده كان عدل الرسول عليه الصلاه والسلام حتى مع زوجاته طبعاً. الرسول انصف السيدة خديجة بعد مماتها لما غارت عائشة وقالت له ألم يبدلك الله خيرا منها، قال لا والله لم يبدلني الله خيرا منها أبدا. هي اللي وقفت في ظهره، هي اللي سندته وقت الأزمة، هي اللي سندته. يعني كفاية أن هي يعني لجأ لها أول ما سيدنا جبريل نزل عليه وراح دسريني دي لوحدها يعني قمة الاحتواء. هي الست في اللحظة دي هي احتواء، قالت له والله لن يضيعك الله أبدا إنك لتصل الرحم. صح. فين صلة الرحم النهاردة؟ عايزين صلة الرحم ترجع، مش بس الأهل، الجيران، وصى بالجار، وصى بالأقارب، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. سيدنا جبريل قاعد يوصيه لدرجة أنه قال له اعتقدت أن جاري يعني في توارث في الموضوع. هو الموضوع ما فيش ورث، هو الموضوع فيه محبة. أول ما يحصل لي مشكلة أنا هخبط على جاري، مش هروح لأخويا أو لأختي. هو الجار النهاردة، هو دايما كل واحد تختار جارك قبل دارك. صح. الجار الجار سواء. وعلى فكرة على فكره كان حلو، كان بمناسبه العروسه والحلاوه بقى والحاجات الحلوه، الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحب الحلو، كان يعني ياخد من الاكل كده، كان بيحب دايما القرع العسل والزبيب. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحب الزبيب طبعا والعسل النحل يعني. بس هو كان يحب الحلويات او يحب الحلو، بس طبعا هو ما كانش بدين، لان احنا عندنا المسلم ليس ببدين، اللي هو مش لازم يبقى بكرش، مش لازم اكل، انا باكل كل الحلو وكل حاجه، بس ما بقاش ايه، ما بقاش بكميه. ما هو حتى كرش كده وبتاع، لا لا لا، حتى الاكل بتاعنا اتقسم ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. أيوة. بالظبط كده. حتى شوفوا التعليم، شوفوا الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين. انا نفسي يعني، معلش هتقولي اي بلد في الدنيا ممكن، احنا خدوا الاتيكيت عنا يا جماعه. بالزبط. والله العظيم بره الاجانب بيعملوا التعليم دينا، واحنا هنا اللي مش بنعملها. احنا لو عملناها من ارقى شعوب العالم، احنا من ارقى الشعوب اللي ربنا خلقها، وده بالقران وبالسنه وبكل بس حاجه، بس نطبقه. يعني هي المشكله ان هي احنا النهارده ما عدناش بنطبق، بنتغافل مشكلة. فاحنا ما بنصدق فرصه. هو في حاجه، احنا بنكبر. قعدنا نكبر في دماغنا لما بس لما بتيجي فرصه زي فرصه المولد النبوي عليه افضل الصلاه والسلام. احنا قلنا ان هي تذكره، تذكرة للروح، تذكرة للقلب، بنقول تعالوا نرجع تاني، تعالوا نطبق الحاجات اللي هي اتعلمناها في حياتنا، لازم نمشي على، بيقولوا الصراط المستقيم، الصراط الفعلا، الخط اللي هو دايما انت موازنة بين الحياة وموازنة بين الدين. احنا مش عايزين نخرج بره الموضوع. انا عجباني وهتجنن على الورده الحمراء. فانا عايزه الورده الحمراء دي يعني قولي لي يعني الابداع بقى، ابرجها لي بقى. انا بصراحه يعني ايه، هي وانا بعشق الاحمر كمان. والله لو كنت عارف كنت لبست لك احمر. الاحمر معمول على بلوره، دي اباجوره بتنور. بس ومحطوط الورد معمول من الفوم، بيتشكل وبتتلزق ورقه ورقه ان هي تبقى تطلع في الاخر. هي بتتقص طبعا. هي بتتقص بشكل وبتاخد شكل المرونه اللي هي تديني شكل الورده الطبيعيه. ايوه شكل. أيوة. ورقه. أيوة. وطبعا بليها مقاسات كل. انت بترسمي كويس يا اسماء يا سوزان، صح كده؟ ما بترسميش خالص. امال بتطلعي المساحه والشكل ده ازاي؟ بالمقاسات. بالمقاسات ولا بالنظر؟ ما انا بقص يعني، انا مش برسم بالقلم، ما اعرفش. لا ان انا بقص بايدي. طب ما ده اقوى، ما هو ان انا اقص يعني بالايد دي اقوى يعني. ان انا بصي عايزه اقول لك ان انا لما طلعت الحاجات دي انا كنت يعني ابعد ما اكون ان انا اكون كده، ولما لقيت ناس بتقول لي فنانه، لا انا ما بعرفش ارسم حتى. وبعدين بعيد عن التخصص يعني، انت بعيد عن تخصصك خالص. بعيد عن تخصصي خالص. على فكره هو الشغل اللي عند ميتا حاجه موهبه. هو ده اللي مستهويني جدا، احساس ان انا امسك الحاجه وافصلها واحطها واعملها بالطريقه ديت وارصها فوق بعض وتطلع في الاخر. هو موضوع بس محتاج صبر ودقه. فاهميني؟ وطبعا قلتي كلمه حلوه قوي كمان، حب عشان يطلع بالجمال ده. انت قلتي كلمه حلوه كمان، لما حد بيعمل حاجه ونقول له الله، نقول له شابوه عليه ليك، فهو بيطلع. كل انسان فينا عنده امكانيات كبيره جدا جواه، هو ممكن يكون زي ما يكون قطعه اساس مغطى بالتراب، لكن انا لما باجي اشيل التراب بيطلع ابداعاته. فانا محتاجه كمان من ضمن الحاجات ان انا لما اشوف حاجه حلوه
قول الله يا سوزان انت ابدعتي. دي بالزبط. بتديكي نوع من هي مش مجامله، هي نوع من الطبطبه، هي نوع من ان انا بقول لك جبر الخواطر. جبر الخواطر دي برضو، جبر الخواطر دي من الحاجات الجميله جدا في حياتنا. الشعر، الكتابه، الادب، كل الحاجات ديت مواهب جميله وحلوه، بس محتاجه اللي يكتشفها. انا ممكن يبقى في جوايا طاقات ومواهب كتيره جدا بس انا في غفله عنها، انا مش صح. عندي قدرات بس انا مش مدركاها. في رايي ان الواحد ممكن يتعلم اي شيء لو هو عايز، وبرده في حد ممكن اللي هو يكتشف. انا ممكن اتكلم بطريقه اللي قدامي يكتشف ايه ده، انت بتعرف تكتب، انت عندك اسلوب في الادب، اللمسه، اللبس، الذوق، الاختيار، الاكسسوار، مش عارف ايه، انت فنانه، انت ممكن يجي منك ده. حلو، احنا شفناه واحنا صغيرين في المدارس. المواهب نطلع المواهب بقى اللي عند ولادنا وعند الكبار والصغيرين وكله. فاكره هل احنا واحنا صغيرين كانوا بيقولوا دي بتاعت القاء، دي بتاعت شعر، دي بتاعت رسم. فالمدرس برده هو كان ليه دور كبير. وطبعا وتحيه لكل مدرسينا اللي طلعوا مننا الابداعات اللي كانت جوانا. كل حد قال لنا ان انتوا كويسين، كل حد قال الكلمه من بقكم كويسه، فتحيه ليهم، لان احنا فعلا محتاجين المدرس. قم المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. فعلا المعلم فعلا عنده رساله من زي الام والاب. التشبيه اللي شبهه برساله الرسول عليه الصلاه والسلام، لان هو بيبني عقول حقيقي. صعب انك تبني عقول حقيقي. النهارده انت ممكن تبني بالذوق الجميل ده، بتربي في ولادك الحس المرهف. ممكن لو اخت حضرتك، لو ولادها، لو انت بتبقي انت عندك رساله بتقدميها، مش بس حاجه مشروع خاص بيكي، ده خاص باجيال جايه كتير هتشوفك وهتقتدي بيكي وهتتعلم منك حقيقي. وهتقول انا عايزه اعمل حاجه حلوه زي دي. وعايزه اقول ان هم اللي بيشجعوني، هم اللي وبيساعدوني لما اكون عايزه حاجه، بيعملوا سبورت جامد قوي ليا. من غيرهم بصراحه ما هو دايما هو ده الدعم اللي احنا بنحتاجه. اي حاجه من دي يعني ولا كان بيبقى فيه سوزان خالص يعني. الدعم احنا مطلوب مننا دعم. لما نشوف حاله ناجحه، لما نشوف حاله بتقدر تعمل حاجه، ما نعملهاش عرقله، لا نقول لها لا انت كملي المسيره بتاعتك، قدرت على حاجه عملتها، ما قدرتش يبقى انا اتكلم الكلمه الصح. حاط نفسه بناس ايجابيين، ناس بيشجعوه، ناس بيدوه لقدام، صدقيني بيفرق معاه جدا. الكورس اللي انا خدته حطني في كوميونتي، كل الناس بتفكر بنفس الطريقه، مش عن هاند ميد، كل واحد الباشن بتاعه، كل واحد عنده داتا بيشتغل عليها، بس بنشجع بعض، بنقف جنب بعض، نعمل سبورت لبعض، فده فارق جدا معانا. كل واحد يعمل حاجه والكل بيسقف له، كل اختار الاصدقاء واختار الصحبه، لان الصحبه يا اما بتهبط بيك تفرق جدا، يا اما بتعلى بيك. للاسف احنا يعني ايه عايزين الوقت يبقى جالتي بيجري جري بينا، نفسنا كانت الحلقه تبقى اطول واطول، مع ان هي النهارده اطول من الحلقات السابقه، بس احنا الكلام في حب الرسول عليه الصلاه والسلام ما يخلصش ما ينتهيش. انا حابه بس اقول حاجه كده يعني، يعني الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يعني احمد شوقي الشاعر الكبير كتب له حاجه حلوه قوي، بتقول ولد الهدى فالكائنات ضياءه، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائكة حوله، الدين والدنيا به بشراءه. فالنهاردة احنا بنحتفل بمولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، هو بيشع وسطينا النهاردة ضوءا ونورا لقلوبنا لحياتنا. احنا بنتعلم منه كتير وما زلنا بنتعلم. بنختم وبنقول لحضراتكم وقتنا انتهى وخلص، ومتشكرين جدا، كنا سعداء جدا 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 ليكي، شرفتينا. انا سعيده النهارده بان معايا هاله النهارده، طبعا معلش علي مش معانا، بس المره الجايه يبقى معانا كلنا ان شاء الله. وبنشكر حضراتكم وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم في حب وفي ايمان، كل سنه واحنا على نهج الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، كل سنه واحنا احسن واحسن من اللي قبلها، كل دقيقه احسن من اللي قبلها، بديننا، بمعاملتنا، بسلوكنا، بحبنا. عايزين نحب، عايزين نرجع نحب، عايزين اخلاق الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وانك لعلى خلق عظيم. وبنفكر حضراتكم بالمبادره اخلاقك عنوانك، وعايزين تتواصلوا معانا. وبنقول يا جماعه متشكرين جدا وسعداء بحضراتكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.